يعني القصه دي لو حضرتك بتسالني عليها، انا كان من اهم الاسباب اللي دفعتني انه اكتبها انه الاطفال بتتاثر قوي بالسوشيال ميديا دلوقتي، انهم يعرفوا ان مش كل حاجه بيقروها حقيقيه. ويمكن سيادة الرئيس اتكلم في خطابه الاخير يوم الاحتفال بيوم المرأة وعيد الأم انه يجب علينا الاهتمام بشخصية اطفالنا اكتر. اوكي. بعد الحوادث الاخيرة اللي بنشوفها من ابتزاز وما الى ذلك، الطفل لما بينشأ عنده وعي وعنده ادراك وعنده انتماء وعنده حصانة انه مش كل حاجة بيقراها او بيشوفها على السوشيال ميديا يصدقها. فدي كانت القصة دي اكبر دليل. هو سمع في الست ايام دول حاجات وشاف فيديوهات ساخرة، بس في النهاية كانت الحقيقة ايه؟ ان احنا قدرنا. قناة لا تعرف المحال. اللطيف بقى يا أستاذ يوسف أنه أنا ما توقعتش أنه القصة تجد هذا الصدى لدى الأطفال. قصة وجدت صدى رائع، وبدليل أنه بعد كده قامت على هامشها بقى مبادرات يعني أو مسابقات. يعني أنا لسه كنت مؤخرا بحكم في مسابقة عملها هيئة قناة سويس مع مدارس الهيئة كلها في الثلاث محافظات لكتابة قصة. المسابقة كانت بعنوان القناة في عيونهم. كتبوا حلو. الأطفال 58 قصة. وأنا قريتهم وقلت إنه كل الأطفال هتاخد شهادات تقدير وهتكرم، ولكن في بعض الأطفال قد يتميزوا بس إن هم عندهم خيال في كتابة القصة. والحمد لله الحفلة عملناها، والحقيقة أنا يعني بشكر سيادة الفريق أسامة ربيع إن هو رغم مشاغله العديدة ورغم مسؤولياته جه بنفسه وكرم الولاد وادهم شهادات التقدير والجوائز. فدي كانت دلالة على انه يعني بيشجعهم وانه بيثمن ابداعهم. فكانت الحقيقة لفتة لطيفة جدا، والاطفال كانت مبسوطة جدا يعني انه كتبوا قصص عن القناة. شفت كم الانتماء عندهم، كم الخيال عندهم، كم الفرحة ان احنا قدرنا، ان احنا مصر تستطيع، وان هم بعد كده هيكملوا المسيرة دي. هو ده الهدف. بعد كده جت في كتاب القيم واحترام الآخر للصف الرابع الابتدائي، وطلب مني أنه أكتب قصة عن موضوع السفينة إيفر جيفن. بس قصة مش هي دي بقى، يعني مش نفس القصة دي دخلت المنهج. لا، أنا كتبت قصة جديدة خالص. أنا أجي بقى الخامس عشر من سبتمبر يوم ينتظره رامي كل عام ليحتفل بعيد ميلاد كريم أقرب أصدقائه وزميله بالفصل وجاره بالحي. ولأن كريم يمارس لعبة كرة السلة، اشترى له رامي كرة هدية عيد الميلاد. وصل رامي إلى الحفل. عزوز عند الحتة وصلت زي عند القصة وهو يقدم لعبة الحلوى. ففتح قطن أسامة العلبة مندهشا وقال بسعادة وملكات وكاكا مرسوم عليها سفينة. الدخلة دي دخلة مليون جنيه بصراحة. يعني من العيد ميلاد إلى أنه الكيكة يبقى مرسوم عليها سفينة. هو طفل رايح يعني يحتفل بعيد ميلاد صديقه وجايب له هدية، وبعدين بيلاقي أنه الصديق ده عمه جاي في نفس اليوم، وصاحب العيد الميلاد عامل مفاجأة لعمه أنه عامل برضو كيكة أو تورتة مرسوم عليها سفينة. فبيقول له الله، هو عيد ميلادك نفس يوم عيد ميلاد عمك؟ فالعم بيقول له القبطان، يعني القبطان أسامة اللي هو بطل القصة هنا، قال له لا، أنا مش عيد ميلادي بس، ده عيد ميلاد كل المرشدين المصريين، النهاردة عيد المرشد. قال له طب والسفينة دي أنا شفت شبهها في التلفزيون. قال له ما هي دي السفينة اللي جنحت في قناة السويس. بيبدأ يحكي لهم الحكاية. حلو جدا ده، حلو جدا. فهي كانت مختلفة، بس في النهاية يعني بيقول له أنا نفسي أبقى بطل. قال له لما تحب بلدك وتخلص في دراستك ودايما تبقى فخر لأسرتك ولبلدك هتبقى بطل. أصلا أنا أحب قصص الأطفال حب حتى لحد دلوقتي. أنا عندي 47 سنة أحب قصص الأطفال. ده حاجة جميلة.